أعزائي المشاهدين، طاب مساؤكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مدارات. قال تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. صدق الله العظيم. التعايش بين الديانات وبين القوميات والأجناس في المجتمع الواحد ليس من شك بأنه هو ظاهرة إيجابية منذ الخليقة. كانت هذه الاختلافات في الظاهر، ولكنها في الحقيقة هي تفاعل، وهي دلالة على أن الله سبحانه وتعالى أبدع في خلقه. فاختلاف الألسنة واختلاف الألوان بين البشر لا يؤدي إلى التفرقة ولا يؤدي إلى التناحر، وإنما إلى التعايش. التعايش يعني المحبة، يعني تقبل الآخر، يعني التفاعل في البناء وفي الحياة اليومية والمعاشية، في المأكل والمشرب والملبس. قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. صدق الله العظيم. اليوم موضوع حلقتنا هو التعايش، والتعايش تعني الألفة. هذه الكلمة تعني الألفة والمحبة والتفاعل الحقيقي الذي يأتي من خلال الود الذي في النفوس. معنا اليوم شخصية موصلية كبيرة عرفت بخطابها الجميل، خطاب السلم وخطاب التعايش وخطاب الألفة والمحبة. وهذا ليس قولا وإنما هو فعل. معنا اليوم ضيف عزيز وكبير موصلي جذب نفوس أهل الموصل بكل اختلاف ألوانهم، قومياتهم، أديانهم. إنه الأخ الأب رائد عادل كلو. فأهلا وسهلا به ضيفا في حلقة من حلقات مدارات. الأب رائد من مواليد الموصل 1970، دخل المعهد الكليريكي في بغداد للتنشئة الروحية عام 1999. درس في كلية بابل الحبرية ونال شهادة الليسانس من جامعة اللاتران الإيطالية. عين كرجل دين في أبرشية الموصل للسريان الكاثوليك في عام 2007، وتولى إدارة كاتدرائية الطاهرة وكنيسة البشارة وبقية الكنائس التابعة للسريان الكاثوليك في الموصل. وفي وقت كانت المحنة والاضطهاد الذي شهدته الموصل. من أعماله التي يذكرها أهل الموصل والنازحون أنه أسس وأدار أكبر مخيم كرفاني للواء النازحين، وأطلق عليه أنكا واثنين، وكان يضم
حوالي 5000 نازح وفر لهم سبل المعيشة والحياة الكريمة، إلى أن سعى مع تحرير بعد تحرير الموصل إلى إغلاق هذا المخيم وعودة النازحين إلى أماكنهم في سهل نينوى. أنشأ مجمع العيش المشترك في فترة النزوح ليحتضن في عينكاوة ليحتضن المدارس الابتدائية والمتوسطة والأعدادية النازحة والتابعة لممثلية التربية لتنظيم لتضم جميع تلك المكونات. كان له الدور الفعال في إيجاد المواقع البديلة لبعض الجامعات الموصل الحمدانية التقنية الشمالية. أما نشاطاته فهي كثيرة، تأسيس دار للطفولة في كنيسة البشارة، تأسيس حضانة للأطفال في كنيسة الطاهرة للسريان الكاثوليك، تأسيس منتدى البشارة الابتدائية، تأسيس منتدى الطاهرة النسوي، تأسيس ملتقى الشباب الجامعي، أنشأ أخوية الحكمة لرعاية المسنين، أنشأ ملتقى العائلة الأسبوعي، شارك في العديد من المؤتمرات والندوات إلى جانب إدارته العديدة في البرامج الثقافية والروحية والاجتماعية. الأب رائد مسؤول لكنائس سريان كاثوليك في الموصل ومسؤول العلاقات العامة لمجلس أسر وعوائل الموصل، ولعل هذا ما أهله لأن يكون عضواً في اللجنة المركزية لإعمار الموصل بأمر ديواني. فأهلاً وسهلاً بضيفي الكريم العزيز الذي دخل قلوب أهل الموصل وفي بيوتهم من خلال خطابه الجميل. أب رائد أو أبونا وأخونا رائد، بدءاً نبدأ، وأنت قلت كما أشرت أنك موصلي، في أي محلة من الموصل ولدت وترعرعت ونشأت؟ أكيد. شكرا دكتور فارس على هاي الكلمات الرقيقة الرائعة النابعة من القلب. تصحيح بسيط، المواليد هي 74 وليس 70، خطأ مطبعي إن صح التعبير. شكرا على هذه الاستضافة، وعنوان الاستضافة هو التعايش السلمي. بالحقيقة تفضلت دكتور فارس وقلت أنه المفروض لا يغير اللون أو الثقافة أو الاختلافات ما بين البشر. حقيقة اختلافات موجودة، لكن في الظاهر نعم الاختلافات موجودة، وكل إنسان هو لديه بصمة مختلفة عن إنسان أي إنسان آخر. الاختلافات موجودة، لكن يجب علينا من خلال فكرة التعايش السلمي أن لا تتحول هذه الاختلافات إلى خلاف. ليس هناك خلاف. جميل. أنا جدا. بما لدي من مواهب وإمكانيات وصورة خلقني الله عليها، محترم من خلال هذه الصورة، علي أن أحترم الصورة في الأخ المقابل، في الإنسان المقابل لي، في الإنسان القريب لي. هو أيضا لديه إمكانيات وصفات ومواهب مختلفة، عليه أن يحترم ما لدي وأحترم ما لديه، ولا تتحول هذه الاختلافات أو الإمكانيات إلى خلافات، لكي ما يبقى هناك التعايش السلمي الذي بالأساس هو مثل ما تفضل الدكتور، هو ألفة، هو محبة، هو احترام، هو عيش مشترك من أجل أن يكون للحياة معنى. إن كانت الحياة حياتنا كلها نزاعات وخلافات وأذية وحقد ستتحول الحياة إلى ماذا؟ جحيم. إلى جحيم.
لكن إن كان هناك، وهذا ما نختبره ونعيشه اليوم إن شاء الله والحمد لله في مدينة الموصل، ما نعيش من محبة وألفة وأخوة، نرى كيف تحولت المدينة إلى مدينة تتحول شيئا بعد شيء إلى مدينة جميلة، إلى إعمار، إلى أمور كثيرة، والسبب الأساسي هو التعايش السلمي والإيجابي بين المكونات. نقطة البداية التي أردت أن أستوضحها منك، محلة الولادة والبيئة التي نشأت بها. نعم، أنا ولدت في حي الشفاء، طبعا هويتي تقرأ راس الكور، أو مثل ما نعرف دكة برقة قرب كنيسة مار شعيا. هذه ولادة هذه المنطقة، هي مثل ما نقول ولادة أجدادي أو ولادة أبي في تلك المناطق. لكن بال 1960 تقريبا الوالد اشترى في حي الشفاء بيت، وأنا ولدت أنا وإخوتي في تلك المنطقة، حي الشفاء قرب دورة قاسم الخياط. نعم. ماذا كان تأثير هذه المنطقة أو المحلة في تكوين شخصية الأبرائي من الطفولة؟ بالحقيقة يعني هي كانت الروضة والمدرسة هي بعد أمتار عن البيت. الأصدقاء، المنطقة ككل، الجيران، أتذكر كيف أن الجيران النساء وأنا طفل يأتون نساء المنطقة ويجلسون ويجالسون المرحومة والدتي ويتسامرون ويتكلمون. وجيرانكم من المسلمين؟ مسلمين ومسيحيين. نعم. كل كانوا متعايشين في محلة الشفاء إن صح التعبير، قرب كنيسة الطاهرة، أيضا الطهرة الخارجية، هذا المزار الكبير الذي كان يزوره الكل مسلمين ومسيحيين. نعم، بالحقيقة كانت يعني أيام لا تنسى وذكريات جميلة بالحقيقة بين كل المحلة. كيف كنا عندما نطبخ طعام أو أكلة معينة موصلية، تعال رائد ودي البيت الجيران. جميل. والصحن أو الماعون، نتكلم بالمصلاوي شوية. نعم. إيه؟ لا يعود مباشرة، يعود بعد أن يملأ من قبل الجار، ويعود بطعام آخر أو بموضوع جديد. وهكذا كانت، كيف كنا نذهب إلى بيوت جيراننا ونلعب مع الأطفال مسلمين ومسيحيين، ونأكل ونشرب، وهم كذلك يأتون إلى بيوتنا وكذلك نلعب ونذهب إلى المدرسة. بالحقيقة ذكريات، تفاعل المناسبات كيف كانت، ذكريات كبيرة. تأتي المناسبة إن كان لدينا نحن احتفال معين، أعياد، زواج، أعياد زواج، يأتونهم ونذهب نحن. مثل ما تعرفون في الزواجات النساء لوحدهم والرجال لوحدهم. أنا كطفل أتذكر كنت أدخل مع الوالدة إلى الحفلات. نعم. كيف أنه كان هناك فرحة وسلام، والمحلة كلها تفرح لهذا البيت الذي هو بيت من ضمن البيوتات العديدة في هذا المكان. ذكريات جميلة بالحقيقة وكبيرة نتذكرها إلى حد الآن، ونحن نتذكرها بفرحة. لماذا؟ لأن كان بالفعل السلام والتعايش والتفاعل. اليوم هناك العديد من المحاضرات ومن اللقاءات والندوات والمؤتمرات على فكرة التعايش السلمي. اليوم نذكر هذه الكلمة كثيرا، لكن بالسابق لم تكن تذكر، لكن كانت تعاش بالحقيقة، تعاش واقعيا وفعليا بكل ما تحمل الكلمة من معنى. هذا هو المجتمع الموصلي الأصيل. هكذا كان التعايش ما بين المكونات، المسيحي مع المسلم والمسلم مع المسيحي، في كل شيء، في السراء وفي الضراء. نعم، في كل شيء. هذا الذي نعول عليه اليوم في عودة مدينتنا الموصل إلى ما كانت على سابق عهدها، والذكريات الجميلة التي كنا نحملها عن تلك الفترة إن شاء الله ستعود وتتفاعل
يكون لها الصوت القوي في الموصل اليوم إن شاء الله. شكرا لك. قبل أن نبدأ بالمحور الآخر والمهم في هذا الموضوع، أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود ومعكم إلى ضيفنا الكريم. أعزائي المشاهدين، عدنا وإياكم ومع ضيفنا الكريم الأب رائد، فأهلا وسهلا بي. أهلا وسهلا. ما جلب انتباه بل قلوب الموصليين خطابك الأخير، ولعل الأب رائد أخذ مكانة واسعة في كل بيت وفي كل ضمير وفي كل قلب من قلوب الموصلين وضمائرهم. فاليوم أنت تعيش معنا في بيوتنا وفي قلوبنا وفي تفاعلنا وفي إعادة إعمار هذه المدينة يدا بيد مع إخوتنا المسيحيين من خلال خطابك الجميل الذي ألقيته. خطابك كان أمام قداسة البابا في زيارتي للعراق. وجدنا الأب رائد قد امتلك قلوب الموصلين ومشاعرهم. كيف كان؟ وجدت الحقيقة، لو أردنا أن نفسر هذا الخطاب الذي أنت كتبته، أنت الخطاب لم يملى عليك وإنما كتبته بإرادتك وأمام جمع عراقي متكون خليط من الديانات، وليس المسيحيون أو المسلمون معهم. نعم، كان هناك العديد، الصابئة وغيره. لم يكن هناك صابئة، كان هناك من اليزيدية، اليزيدية أقصد، والمسلمين. نعم. ونحن كنا. نعم. بالحقيقة تعبير هذا الخطاب وترجمته بالحقيقة. لم أكتب الخطاب لكي ما يكون له هذا الصدى الواسع، ولم أكن أتوقع أنه سيأخذ هذا الصدى الواسع وينتشر انتشار كالنار في الهشيم، بالحقيقة إن صح التعبير. كتبته ببساطة وما نبع من القلب، لكن ما ينبع من القلب يصل بسهولة إلى القلب الآخر. لم أقل أشياء هي اعتباطية أو كلام، إن صح التعبير كلام جرائد، لكن تكلمت بما لاحظته وما عشته بالحقيقة. عندما قلت أنه من رسم إيقونات الكنيسة وخط آياتها الإنجيلية ونحت تماثيلها فنان مسلم، وبالفعل هذا الشيء الذي جميل حصل. جميل. الأستاذ، تحية للأستاذ أحمد عثمان الفنان الموصلي الكبير الذي رأيت، هو من قام بهذا، هو من قام بهذا. لم أجد شيء من عندي. أنا وجدته جميلة جدا عندما من بنى لي في الكنيسة. نعم، من بنى لي الكنيسة أكيد كان هناك سواعد وأيادي كثيرة، لكن اليد الطولة كانت لأخوتي المسلمين، هم من بنوها، هم من تبرع
تبرعوا في إعمار هذه الكنيسة. هذا لم أجلب شيء من عندي، هذا هو الواقع. كان هناك مسيحيين شاركوا في الإعمار، لكن كان هناك الأكثر هم المسلمين بالحقيقة. أشياء كثيرة، عندما قلت أنه المسلمين استقبلوني عند عودتي للمدينة استقبال كبير وفرحة كبيرة، كانوا حتى في فترة الإعمار كان يأتي الكثيرين من الأصدقاء المسلمين ويتابعون ويشاهدون إعمار الكنيسة ومتى تنتهي ومتى سيكون الافتتاح و هذا ما بالحقيقة قلته هو شيء واقعي وموضوعي، هذا ما تفوهت به إن صح التعبير. وكنت في هذا الخطاب رسالي تحمل تعاليم وروح الديانات. نعم. إن كانت المسيحية الحقيقة أو الإسلام. دكتور فارس، نقدر نقول قبل الخطاب، نعم، عودتي للمدينة وبناء الكنيسة، إعمار الكنيسة، لم أكن مجبر على هذا العمل. نعم. وليس هناك من توجيه في إعمار، لا، أنا من أحببت وأنا من أردت أن أعود إلى هذه المدينة، مدينتي، مدينة آبائي وأجدادي، المدينة التي عشت بها لسنوات طويلة طيلة حياتي. لم أكن مجبرا، أنا من أردت العودة. وهذا بالحقيقة هو الفعل الأساسي قبل الخطاب، الفعل الأساسي الكبير. كان ممكن أن أختار كنيسة أخرى في أي دولة من دول العالم. نعم. وعرض عليك وعرض هذا الشيء كما علم. كان ممكن أن أي كنيسة أخرى بها آلاف المؤمنين المسيحيين، ليس مثل ما هو بالحقيقة اليوم في مدينة الموصل، عدد العوائل المسيحية هو قليل، ضعيف. لكن أنا اخترت هذه المدينة، وكيف يكون هذا التعايش إن لم أنت تقوم بعمل يدلل وينادي بهذا التعايش الكبير أو السلمي؟ إن لم تقوم بعمل ليس فقط على صعيد الكلام، لابد أن يكون هناك فعل، وهذا ما نصب إليه. نريد لمدينتنا أن تعود إلى سابق عهدها بتلاحم أبنائها ومكوناتها، لكي ما نقول نحن سائرون على هذا، على طريق هذا التعايش السلمي الإيجابي، ونقوم بشيء، نترك الأثر، وهذا هو ما أصب إليه. وكنت متفائلا قبل أن تعود، يعني مسبقا كان عندك هناك تفاؤل بالعودة وأنه ستتغير الأوضاع؟ إن شاء الله. أكيد أكيد، بعد التحرير اختلف كل شيء للمدينة، ونستطيع أن نقول عادت المياه إلى مجاريها، وهذا هو التفاؤل الذي تفضلت به دكتور فارس، هو الذي قادني وجعلني أعود إلى مدينتي لكيما ننهض بها، ونقول أننا عملنا شيء في حياتنا. الحياة ليس هي عبارة عن فترة نقضيها على هذه المعمورة المسكونة على هذه الأرض، نأكل ونشرب وانتهى. لا، الحياة يجب أن تترك أثر فيها، تقوم بعمل لكي ما يقول أبناؤك وأحفادك، الأجيال القادمة، الأجيال القادمة صار لهذا الشيء في هذا الزمن، في هذا العهد. هذا ما نريد ونسعى أن نقوم به لكي ما نترك أثرا طيبا لمن يأتي وراءنا. حقيقة أنا انتبهت إلى جملة أمور من خلال التعرف على سيرتكم الذاتية والأعمال التي قمتم بها خلال فترة النزوح، وأعمال ليست هينة، منها كان إنشاء مخيم إنكارا. من الذي حثك على هذا تأسيس المخيم، أو كيف في فترة النزوح بالحقيقة؟ أنت نزحت يوم 10/4 10/6/2014. خرجت من الموصل وذهبت إلى الحمدانية، كان كنزوح أول بالحقيقة. بقيت في منطقة الحمدانية لمدة شهرين أرعى العوائل. وخرج معك المسيحيون؟ أي أكيد، المسيحيون الذين ذهبوا إلى سهل نينوى، هناك من ذهب إلى الإقليم مباشرة. نعم. الذين ذهبوا إلى سهل نينوى، إلى الحمدانية تحديدا،
كنت أرعاهم، كان حدود الأكثر من 500-600 عائلة، أكثر من 600 عائلة اللي توجهوا إلى منطقة قرقوش. وأيضا كنت أتابع، كنت أذهب وآتي لمدينة الموصل أتابع الكنائس الموجودة حتى في فترة احتلال التنظيم. لكن بعد 7/8/2014 أيضا داعش احتل مناطق سهل نينوى، فنزحنا مرة أخرى إلى أين؟ إلى إلى أقليم كردستان، إلى أربيل توجهت بالحقيقة. فالخروج من منطقة سهل نينوى، هناك مئات الألوف من المسيحيين، أعداد هائلة جدا ذهبت، ليس مئات الألوف لكن ما لا يقل عن 100,000 تقريبا، خرجوا بدفعة واحدة إلى أين؟ إلى أقليم كردستان، أعداد صحيح. هائلة. فلا يتحمل، لا تتحمل أربيل هذا العدد الهائل من النازحين، وليس فقط المسيحيين، كل من كان يسكن سهل نينوى. فسكن أتكلم عن المسيحيين، سكنوا الخيم وسكنوا الحدائق وسكنوا القاعات والمدارس والشوارع، وكذلك المسلمون بالضبط. نعم. لكن أنا أتكلم عن هذه الفترة كوني أنا كرجل دين مسيحي ولدي رعية مسيحية. نعم. المسؤول عنها. فكانت الحالة صعبة جدا، لا توصف، لا توصف المأساة التي كانت في ذلك الفترة. أكيد. فبالحقيقة غيرتي واهتمامي كوني أولا رجل دين ومسؤول عن جماعة مسيحية، بدأت بالعمل في خدمة النازحين. بالبداية كنت مسؤول عن النازحين الذين كانوا يسكنون الخيم أول شهرين ثلاثة بالخيم، كانوا والكنائس وقاعات الكنائس. بعدين تحولوا إلى في 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 عينكاوة، هناك مكان معروف اللي هو عينكاوة مول حاليا. نعم. هذا كان هيكل قبل الإعمار، هيكل كونكريتي فقط. هذا أهلناه لاستيعاب عوائل أيضا نازحة. في تلك الفترة والأعداد تتزايد، الإيجارات غالية، ليس هناك حالة مادية يستطيع بها النازح أن يوفي احتياجاته واهتماماته، خاصة مسألة الإيجارات بالضبط. فالدولة في ذلك الوقت أنشأت مجمع كرفاني كبير، أكثر من 110,100 كرفان تقريبا، منطقة كبيرة في عينكاوة، حتى سميناها المجمع اسمه عينكاوة 2 باعتبار هو نعم. مدينة مصغرة عن عينكاوة الكبيرة. نعم. 5,000 شخص. وصرت المسؤول عن هذا المجمع، مديره، حتى كان مدير الناحية في تلك المكان قال لي أنت مدير ناحية، هذا العدد الكبير عندك ناحية تقريبا. فبدينا نعمل بهذا المجمع، وأنشأنا داخل المجمع كنيسة ومدرسة وحضانة وروضة وملاعب، أشياء كثيرة بالحقيقة صارت داخل في داخل هذا المجمع، في داخل هذا المجمع صار مدينة صار كاملة. من ذلك من 2015 تقريبا، نعم، وإلى التحرير، إلى 18 إلى 17، نهاية 17-18 إحنا في هذا المجمع نهتم بالنازحين بالتعاون مع أكيد مع منظمات حكومية ودولية وإنسانية. نعم. نعم، إنسانية لرعاية هؤلاء النازحين الذين ليس لديهم شيء. بعد ما صار تحرير مدينة الموصل، أنا شفت واجبي أنه انتهت فترة النزوح، صار التحرير، وعلي أن أغلق هذا المجمع. هو بالحقيقة عملت على إغلاق هذا المجمع، كان أكون هناك معارضة، هناك من عارضني لإغلاق المجمع، وأول معارضة كانت من قبل وزارة الهجرة والمهجرين بالحقيقة، الذين اعترضوا لا يجب أن تغلق. لماذا؟ ما هي الأسباب؟ الأسباب معروفة بالحقيقة، لا نريد أن ندخل في هذه. أول من اعترض على إغلاق المجمع هو وزارة الهجرة والمهجرين، بحجة أنه لا يجب أن نجبر النازح على ترك مكانه، لا بل يجب أن يكون بحريته.
ونحن لم نعصب حرية أحد، لكن معروف الدوافع نريد أن ندخل بها، ورغم كل المعارضة والتدخلات وأغلقت المجمع روما عن أنف الكل. وأول مجمع أغلق في تلك الفترة هو مجمع إنكاوتو. في تذكر التاريخ؟ هو بعد التحرير، نهاية 17 بداية 18 هالشكل شيء كان. نعم. ما أتذكر التاريخ بالحق، أنا شوية ضعيف بالتواريخ. المهم أغلقنا، وأنا بعدها مباشرة عدت إلى مدينة الموصل وبدأت بإعمار الكنيسة، كنيسة البشارة التي تعرفونها حضراتكم. نعم. وعاد من المجمع العديد من العوائل، أكيد كان يسكن في هذا المجمع ليس عوائل مدينة الموصل، كان يسكن به عوائل من سهل نينوى. نعم. الكثير عادوا إلى سهل نينوى، مئات العوائل عادوا بعد إغلاق المجمع، بعد أن تحررت المناطق أيضا. والحمد لله اليوم على ما نحن عليه، اليوم هناك فرق كبير اليوم 2021 عن ما كنا في السابق، ودائما نحن متفائلون من أجل أن يكون هناك إعمار حقيقي وعيش حقيقي. يجب أن نناضل، أن نضحي من أجل هذه الفكرة الكبيرة التي علينا دائما، ليس فقط بالكلمات لكن بالأفعال. الله يبارك بيك. هناك أعمال أخرى قمت بها ومشهود لك والكل يتحدث بها وعن دورك فيها، منها ما ساهمت في الممثلية، ممثلية وزارة التربية، ممثلية تربية نينوى في أربيل، ومنها الجامعات. نعم. لو تلقي بعض الضوء على هذا العمل. بعد أن أكيد احتل تنظيم داعش مدينة الموصل وخرجت الناس زرافات إلى الإقليم، كنا نشاهد أطفالنا بلا مدارس، والحكومة عاجزة عن توفير المدارس لها. قمنا أكيد أيضا ليس فقط المدارس لكن على كل الأصعدة الدراسية، مدارس. نعم. وجامعات، حتى الجامعات. نعم. فبالتعاون مع بعض المنظمات قمنا بإنشاء مجمع العيش المشترك المذكور من ذلك الوقت. نعم. الكلمة كانت موجودة، مجمع. نعم. العيش المشترك، من أجل أطفالنا النازحين ليس فقط المسيحيين. هذه التسمية عفوا. نعم. العيش المشترك، يعني هل اخترتها أنت أم بالحقيقة يعني؟ منظم جمعية فرح العطاء اللبنانية. نعم. هي من مثل ما نقول هم من دفع المبلغ. نعم. لإنشاء هذه، أنا كنت المشرف عن إنشاء والتسمية هذه. التسمية أكيد هي بالتشاور ما بين الطرفين. نعم. نحن ككنيسة وهم كجهة ممولة، جهة ممولة جمعية فرح العطاء. نعم. واخترنا هذا التسمية. لماذا هذه التسمية؟ لأنه لا نريد أن نقول هي لهذا المكان هو فقط للمسيحيين. نعم. هو بالحقيقة لكل أطفالنا. للجميع. الذين ينتمون إلى الحكومة المركزية إن صح التعبير ويسكنون في الإقليم. قمنا بإنشاء هذه المدرسة أو هذا المجمع. بالحقيقة هذا المجمع احتوى الكل. نعم. ابتدائيات، متوسطة، إعدادية، جامعة، موظفين كانوا ليس لديهم موقع بديل، كانوا يأتون ويمارسون مهامهم في إدارة دوائرهم من هذا الموقع، وإلى حد الآن هو موجود بالحقيقة، لكن أموره ضعيفة. نعم. لازالت الممثليات. نعم. رغم تحجيم الآن. إيش بالضبط. نعم، لأنه قل العدد بعد العودة. بالضبط. نعم. كان بوقتها كان جامعة الحمدانية تحتاج إلى أيضا لتدريس طلابها إلى موقع بديل. أيضا كان هذا الموقع هو يساعد في هذه العملية، عملية كموقع بديل. جامعة التقنية الشمالية أيضا. في المجمع كان هناك مختبرات، أنشأت مختبرات أو استضفنا الجامعة التقنية الشمالية
بمجمع الكرفاني في عنكاوتو، استقبلنا أيضا مختبرات الجامعة التقنية الشمالية لكي ما يأتي الطلاب الجامعة ويدرسوا فيها أيضا. ساعدنا في إنشاء مواقع بديلة كثيرة من خلال الكنيسة في أربيل، أيضا استضافة الجامعات أيضا والأماكن الجامعات أو الدوائر أو المجرة، من أجل مثل ما نقول توفير ما يمكن توفيره. نعم. لكل من يحتاج. نعم. في تلك الفترة كونها فترة صعبة وعصيبة على كل من كان يعيشها، لذلك ساهمنا بشتى الطرق من أجل تخفيف شدة. نعم. هذه الفترة. نسمحك عذرا أخونا وأبونا رائد. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم مرة أخرى. أعزائي المشاهدين، عدنا وإياكم مع ضيفنا الكريم الأب رائد. في سيرتك ذكرت كثير من الأعمال التي قمت بها. مدرسة البشارة الابتدائية، منتدى الطائرة النسوي، ملتقى الشباب الجامعي، أنشأت أخوية الحكمة لرعاية المسنين، وأنشأت ملتقى العائلة الأسبوعي. ماذا تعني هذه؟ هل ممكن أن يعني المدرسة الابتدائية أنشأتها؟ نعم، بالحقيقة المدرسة الابتدائية مثل ما مجمع العيش المشترك. نعم. في عينكاوة. هذا يعني هذه أنشأتها. نعم، أيضا في هذا فترة النزوح. بالضبط. هاي المدرسة. نعم. مدرسة البشارة الابتدائية هي في داخل مجمع. داخل مجمع عينكاوتو للنازحين. أيضا كان هناك حاجة. هاي المدرسة كان بيها تقريبا 12 شعبة أو 12 صف، كانت تداوم دوامين صباحا ومساء. في الكرفانات. بالكرفانات، وكانت ممتلئة حتى. نعم. كان ما فقط اللي ساكنين بالمجمع، أطفال الساكنين بالمجمع، كان يأتوا من خارج المجمع إلى هذه المدرسة باعتبارها مدرسة هي حكومية مبدئيا. نعم. أنشأناها وأعطيناها للحكومة. نعم. الممثلية هي من تأتي بالمنهج الدراسية، هي من تديرها، معلمين كذا، وحتى كنا نساعد الحكومة في كثير من الأشياء حتى في المناهج الدراسية. ما ندخل في هذا الموضوع. نعم. هاي مدرسة البشارة هي داخل مجمع النازحين، كانت مفتوحة للجميع. نعم. وكان هناك أيضا في داخل المجمع هناك الحضانة وهناك الروضة، هناك العديد من الأمور بالحقيقة. لكن قبل النزوح يعني. نعم. من فترة تولي إدارة الكنائس في الموصل أنشأنا أيضا العديد من مراكز الطفولة في الموصل، مثلا دار حضانة وروضة في داخل كنيسة البشارة حاليا قبل أن تهدم. ولا زالت لسه موجودة؟ حاليا لا، هذا الكلام هو سابق. نعم. لفترة قبل الأحداث. نعم.
وكان هناك العديد من النشاطات داخل الكنيسة لرعاية الأهالي أو الناس الذين هم مسؤوليتهم الروحية تعود إلى هذه الكنيسة أو إلى هذه الأبرشية. فكان عندنا أخوية اللي هي نسميها أخوية الحكماء للمسنين، كنا نهتم بالمسنين، نجمعهم نتبادل نتجاذب معهم الحديث. هذه قبل الأحداث، كلها قبل الأحداث هاي أتكلم. نعم. حاليا قبل 2014 وبعد بعد الأحداث حاليا. نعم. حاليا لا، بسبب يعني قلة الأعداد المؤمنين المسيحيين بالموصل، نتأمل أن يكون بعد فترة تعود كل هاي النشاطات أو نعم. المنتديات تعود كلها إن شاء الله. نعم. حاليا نعم. لا توجد لكن إن شاء الله بالقريب، بالمستقبل القريب إن شاء الله تكون أفضل وأفضل هالأمور هاي كلها تعود مرة ثانية. رأيك مستقبل الموصل يعني ماذا تجد، أو في تصورك كيف ترى الرؤية المستقبلية؟ الحقيقة مستقبل الموصل اليوم أقولها يجب أن ننظر دائما بإيجابية، لا يجب علينا أن نتكلم بسلبية، الإيجابية مهمة جدا، لا يجب علينا أن ننظر إلى النصف الفارغ لكن إلى النصف المليان. جميل. هذا مهم جدا. جميل. في حياتنا. الموصل اليوم هي أفضل بكثير مما كانت عليه قبل 2018 مثلا. نعم. 19 اليوم أكيد. أفضل أكيد. وإن شاء الله بتكاتف وبالتكاتف والتماسك والتعاون وتفضيل مصلحية المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، مدينة الموصل ستكون أفضل وأفضل وتنهض وتعود إلى سابق عهدها، لا بل أفضل إن شاء الله. نحتاج إلى التضحية. مهم التضحية. ماذا هي التضحية؟ التضحية هي لا مصلحية. لا يجب علي أنا اليوم كمسؤول في هذه المدينة أن أفضل مصلحتي على مصلحة المدينة. نعم. هنا ستكون الطامة الكبرى. لكن إن كان هناك بتكاتف الأخيار والإرادة الصالحة والأناس الصالحين من أهل الموصل، والموصل مشهود لها، هناك أهل الموصل معروف عنهم الصلاح والهمة والثقافة والعمل الدؤوب، معروف عنهم هذه الأمور. إن شاء الله أنا متفائل. نحتاج إلى العمل والتكاتف لكي ما ننهض ونعود مدينتنا مرة أخرى. الله يبارك فيك. أنا أيضا لاحظت يعني من 2018 بالذات وإلى الآن حركة وتواجد الأبرائد في كل منتدى وفي كل جمعية وفي كل لقاءات. ماذا وجدت في هذه اللقاءات وهذه التجمعات إذا كانت على مستوى أوقاف نينوى، إذا كانت على مستوى الجامعة، إذا كانت على مستوى التجمعات الثقافية، التجمعات المجتمعية، كما أعلم بأنه أنت مسؤول العلاقات في مجلس أسر وعوائل الموصل؟ بالحقيقة هناك العديد من النشاطات نقوم بها وظهرت وطفت على السطح بعد تحرير المدينة، وكأنه كان هناك تعطش أو هناك رسالة يريد أن يرسلها المجتمع الموصلي إلى العالم ككل. نعم. مدينة الموصل وأهالي الموصل ليس مثل ما تصفونهم أو ليس مثل ما تفكرون تجاههم. مدينة الموصل والناس أهل الموصل الأصلاء الشرفاء هم أناس محبين للسلام، محبين للعيش المشترك، أناس يحملون صفات كثيرة. الثقافة هي العنوان والتايتل العريض لأهالي الموصل. معروف عن هذه المدينة أنها رفضت العراق بكبار العلماء والمثقفين والشعراء والمثقفين والضباط والعديد من الأمور. كان المنبع من هذه المدينة. واليوم مدينة الموصل تريد أن تعيد تاريخها وتعود إلى سابق عهدها في إرفاد، في رفض العراق كله والعالم أيضا إن شاء الله بهذه الكفاءات الكبيرة. هذا هو ما نشاهده من خلال
ما نقوم به من مؤتمرات وندوات والعديد من التجمعات التي تبرز هذه الصفة الأساسية داخل المدينة وخارج المدينة. أنا أركز على داخل المدينة. لا بل اليوم عندما يأتيني ويدعوني جماعة معينة إلى مؤتمر خارج المدينة أرفض، أقول هنا هذه المدينة عليكم أن تقوموا بما يجب أن تقوموا به. هناك بالحقيقة، وأحب أن أنوه من خلال برنامجكم الكريم، هناك مسألة التسقيط، وهذا التسقيط بالفعل يتم نقطة خلال مهمة جدا. من خلال ماذا؟ من خلال الفيسبوك بالأساس بالذات. نلاحظ أنه ما إن يكون هناك عمل جيد ومطلوب، نلاحظ هناك الحناجر الصفراء التي تبدأ و تقوم بتسقيط هذا العمل والكلام عليه. مثلا هناك إن قمنا بإنشاء مثلا مستشفى، اليوم سيكون هناك وذكر في الفيسبوك مثلا نقوم بإنشاء مستشفى في المنطقة الفلانية، مستشفى أهلي، نلاحظ هناك العديد من هؤلاء المورضين الذين يقومون بتسقيط هذا العمل ويتكلمون عليه. يجب أن نعرف أن هناك ربما هناك جهات تقوم بالدفع من أجل أكيد. من أجل هكذا كلام سلبي. علينا أن لا نهتم، علينا أن نسير، القافلة تسير وأجلكم الله، معروف الفكرة أكيد. فعلينا أن لا نهتم، نستمر العمل الصالح والعمل الجيد. هناك من يريد من قبل جهات هي مورضة تريد أن يكون هناك لا هذا التطور وهذه الإيجابية، لا بل يكون هناك السلبية. علينا أن بالفعل، وهذا ما تم بعد التحرير، هناك الكثير من الأمور الإيجابية التي ستعمل على تطوير هذه المدينة إن شاء الله. الحقيقة هناك نقطة مهمة يعني اللي استشفيتها من كلامك. لو أخذنا المحنة التي حدثت للموصل، لم تقصد فئة معينة، وإنما الموصل كاملة، أليس هذا؟ هل وقع الضيم فقط على المسيحيين، أو وقع الضيم على المسلمين، أو وقع الضيم على اليزيديين فقط؟ لا، وإنما كان الضيم ضيم على الجميع. نعم، بالحقيقة أنا أقولها دائما وليس هي مراعاة، المسيحيين تأذوا وسلبت ممتلكاتهم وأمور كثيرة بالحقيقة، ونزحوا إلى عن أماكنهم، واليزيدية أيضا بل سافروا خارج العراق. نعم، سافروا خارج، واليزيدية أيضا هتكت أعراضهم بالحقيقة. نعم، وكانت نكبتهم كبيرة، وهناك من نعم مشكلة. لكن أنا أقولها، لابد أن نعرف أنه هناك الجثث إلى حد الآن تحت الأنقاض. هي جثث من؟ هي جثث المسلمين اليوم إلى حد الآن في مدينة الموصل. نعم، اليوم مع الأسف هناك سمعة سيئة لكل إنسان موصلي، ما أن تقول موصلي حتى يقول لك داعشي. نعم، هذه أقولها ببساطة وباختصار، الكل تأذوا، لكن علينا أن نعرف أن من تأذى الأذية الأكبر هم المسلمين في هذه المدينة من خلال السمعة السيئة لهذا التنظيم اللعين. نعم، الذي ألصقها بهذه المدينة وبأهلها. هناك آلاف القتلى في هذه المدينة، وما زالت إلى حد الآن مع الأسف تحت الأنقاض. هناك من تيتم وكثير بالحقيقة لا نستطيع أن نجيزها ونذكرها ببساطة، لكن علينا أن نقول الصفحة يجب أن تقلب، وكلنا إن أردنا أن نبني هذه المدينة من جديد علينا أن ننسى الماضي ونعيش كأبناء لليوم، نتكلم بإيجابية، نمارس المحبة ما بين بعضنا البعض، لكي ما نستطيع أن نقول نحن ليس داعش من انتصر، لكن نحن من انتصر عليه من خلال ألفتنا ومحبتنا وإعمارنا لمدينتنا من جديد. قبل أن نختتم حديثنا وبرنامجنا ولقاءنا معك الممتع الأب رائد،
أنت أعرف بأنه عدد المسيحيين الذين عادوا إلى الموصل عدد قليل جدا قياسا بالذين خرجوا منها ولم يعودوا لها الآن. ماذا تقول للذين هم خارج الموصل من الأخوة والأهل المسيحيين؟ بالحقيقة نحن لا نقيس الأمور بكميتها والأعداد الكبيرة أو القليلة. اليوم هناك أعداد كبيرة للمسلمين ليس فقط المسيحيين هم خارج المدينة. المدينة مثل ما قلت وأسلفت اليوم هي أفضل مما كانت عليه في السابق، وإن شاء الله ستكون أفضل في المستقبل. الحرية مهمة، الإنسان يريد أن يعود إلى هذه المدينة بحريته، ليس هناك غصب أو إجبار. عندما يشاهد في هذه المدينة كل سبل التطور والراحة والعيش الكريم، هو من حاله سيعود إلى مدينته ويعيش فيها. علينا نحن أن نوفر البيئة الملائمة في هذه المدينة، على الحكومة أن تقوم بإعمار المدينة بأسرع وقت ممكن، ترجعها إلى سابق عهدها، وهذا بالحقيقة سيساعد كثيرا على عودة أبناء المدينة من أهل الموصل الكرام إلى هذه المدينة للعيش مرة أخرى بسلام ومحبة وعيش مشترك. حفظكم ربي ورعاكم. شكرا جزيلا. ليس هذا الكلام جديد الذي نسمعه اليوم من الأبرائد، هذا كلام أو هذا النداء هو نداء موصلي عراقي ينبع من القلب إلى القلب. نتمنى عودة الجميع لترحل الموصل دائما وأبدا بعز أهلها وحضارتها وعمرانها الجديد. المدينة لا يعمرها إلا أهلها الطيبون الطاهرون. وأخيرا وليس آخر الكلام، شكرا لضيفي الكريم لكل ما تفضلتم به، شكرا لكم لكل ما قدمتموه لأهلكم على السواء مسلمين ومسيحيين، شكرا لكم في كل موقف وقفتم، وشكرا لكل من وقف معك من أهل الموصل ومن خارج الموصل. ولكني أقول أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.